إذا هذه شروطها. بقي نشر ذيك كنا أربعة. يلا أشقنا في الأول من الإخلاص، والثاني القدرة أحسن استطاع، الثالث نعم لا قبل من العيوب، قلنا أن تكون من بهيمة الأنعام، والرابع أن تكون خالية من العيوب، الخامس أن تذبح في وقتها، في وقتها المشروع. إذا ذبحت قبل الوقت أو بعد أيام التشريق فهي شاة لحم، شاة لحم، لأن وقتها يبدأ من بعد صلاة العيد أو من بعد ذبح الإمام اللي هو ولي الأمر، فهمنا؟ على قول المالكية الذين يشترطون بعد ذبح الإمام. وكاين واحد الحديث يعني في صحيح مسلم تدل على المسألة هذه، لكن هي محل خلاف المسألة، والجمهور على أنه لا يشترط انتظار الإمام أن يذبح، وإنما يذبح بعد إيش؟ بعد الصلاة مباشرة. وقول المالكية وتوا عنده وجه، لأن مختلف في الحديث، لأن جاء في الحديث أن النبي عليه السلام نهى أن يذبح قبله، نهى أن يذبح قبله، هكا جاء في رواية في صحيح مسلم. ولكن جمهور حملوا هذا الحديث على عليكم السلام ورحمة الله، على نهي الصحابة أن يتعجلوا بذبائحهم، فلربما أدى الإسراع ببعض الصحابة أن يذبحها قبل الصلاة، مش قبل الذبح، لا قبل الصلاة أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة وقطع دابر هذه المفسدة، فقال لا يعني نهى عن الذبح قبله، تفهمنا؟ وكأنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس نهيا عن الذبح قبل الإمام وبعد الصلاة لكونه لا يصح، لا، وإنما سدا للذريعة أن يذبح قبل الصلاة، لأن هذا وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام من واحد مجموعة من الصحابة، منهم أبو بردة بن نيار اللي هو خال البراء بن عازب، أنه ذبح قبل الصلاة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاتك شاة لحم بمعنى لا تجزئك، وقال عليه الصلاة والسلام أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد من